السلام عليكم، معاكم دكتورة نورة. هناخد النهاردة الريفيجن بتاع المصل. أول حاجة أنواع العضلات اللي موجودة في جسمنا 3 أنواع. أول نوع هي، يلا نبدأ بسم الله. أول نوع هو السكلت المصل. السكلت المصل موجودة على مستوى الطرف العلوي الأوبر لامب أو الطرف السفلي اللور لامب. العضلات دي بتبقى فولانتري، يعني أنا بتحكم فيها. شكل العضلات نفسها أو شكل الخلية العضلية نفسها بالمنظر ده، دي كده كذا خلية مع بعض، 1 2 3 4 4 خلايا. أول حاجة كل خلية بتبقى مالتي نيوكليتد، فيها كذا نيوكليوس، ومميزه بقى بحاجتين مهمين جدا. اول حاجه انها بتبقى استريشن، في استريشن مخططه زي ما انتم شايفين، لون دارك ولون لايت بالمنظر ده، وفي نفس الوقت انا بتحكم فيها فولونتري. تاني نوع من العضلات معايا هي الكاردياك ماسل، والكاردياك ماسل موجوده على مستوى الهارت، نفس الكلام زي الخليه بتاعت السكيليتال ماسل، مخططه زيها بالظبط زي ما انتم شايفين، فيها تخطيطات اهي، لون دارك ولون لايت، خلاص. لكنها ان فولونتري، مش بتحكم فيها، احنا مش بنتحكم في عضلات القلب. الحاجه الثانيه المميزه ليها جدا للكاردياك ماسل وجود جونكشن ما بين الخلايا، والجونكشن ده اسمه انتركاليت الديسك، مهم جدا ما بين الخلايا بتاعه الهارت. اخر نوع من الخلايا معايا هي الخلايا اللي اسمها سموث ماسل، والسموث ماسل موجوده على مستوى الاحشاء، على مستوى الجهاز الهضمي، على مستوى البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه، الجهاز التنفسي. زي ما انتم شايفين الخلايا بتبقى سموث، يعني ما فيهاش استريشن، وزي الكاردياك ماسل بالظبط، مش بتحكم فيها، ان فولونتري، بتاخد شكل فيوزي فورم، شكل مغزلي بالمنظر ده كده، ودي النيوكليوس في النص. نأكد تاني على أنواع العضلات اللي في جسمنا. أول نوع السكاليتال مصل اللي موجودة على مستوى الطرف العلوي والسفلي، زي ما انتم شايفين الاستريشن واضح جدا فيها، وبتبقى فولونتري. تاني نوع هي الكاردياك مصل على مستوى الهارت، الخلايا برضو فيها استريشن، لكن مميز ليها وجود الانتركاليتد ديسك، وإن فولونتري، مش بتحكم فيها. آخر نوع السموث مصل اللي موجودة على مستوى الجهاز الهضمي الأوعية الدموية، ودي بتبقى شكلها فيوزي فورم، سموث، مش مخططه، وفي نفس الوقت انفولونتري زي الكاردياك ماسل. من ضمن التعريفات المهمه جدا بدايه العضله ونهايتها. الاوجن بتاع العضله او بدايه العضله بسميه اوجن، تمام، ده البدايه بتاعه العضله، والنهايه بتاعه العضله لما بتنتهي عشان تمسك في عظمه ثانيه اسمها انسرشن. النهايه بتاعه العضله عاده بتبقى على شكل ووتر تندون. الفكرة كلها ان العضلة لما بتنتهي ممكن تنتهي على هيئة وتر او تندون، وده اللي احنا شايفينه هنا. دي عضلة اهي، دي البداية بتاعتها، ونزلت لحد ما انتهت. النهاية بتاعتها بتبقى على شكل وتر او تندون، وممكن تبقى العضلة زي عضلات البطن مثلا بتنتهي على هيئة غشاء، والغشاء ده بسميه ابنيروزس، يبقى النهاية بتاعت العضلة بتبقى تندون او ابنيروزس. من ضمن التعريفات المهمة، أول تعريف معانا هو البرايم موفر. برايم موفر دي عبارة عن عضلة مسؤولة عن أكشن معين، أي عضلة في الجسم بيبقى ليها أكشن معين. دي مثلا عضلة البايسبس، ومسؤولة عن الفلكشن بتاع مفصل الإلبو. لو في عضلة موجودة معاها في نفس المنطقة وبتساعد الأكشن بتاعها، بسمي العضلة دي سينرجستيك. سينرجستيك يعني عضلة بتساعد الأكشن بتاع العضلة الأساسية اللي اسمها برايم موفر. العكس بقى لو حصل ان في عضله بتضاد الاكشن بتاعها، اجانست ات، يعني ايه؟ يعني لو العضله مثلا دي بتعمل فلكشن في الالبو، العضله الثانيه بتفرد المفصل بتاع الالبو، ده ساعتها بسمي او بطلق على العضله دي كلمه انتاجونست، لانها بتضاد الاكشن بتاعتها، عكس الاكشن بتاع البرايمري موفر. مثال على الموضوع ده زي ما انتم شايفين كده، البايسبس بتعمل فلكشن في الالبو، عكسها ترايسبس بتعمل اكستنشن. كده البايسبس برايم موفر، والترايسبس تعتبر انتاجونست ليها. لو في عضله موجوده مع البايسبس وبتساعد الاكشن بتاعها زي مثلا عضله البراكياليس، هسميها سينرجستيك. في حاجة مهمة جدا، العضلة لما بيحصل لها contraction بتقصر، تمام، دي عضلة في وضع الريست، العضلة لما حصل لها contraction بدأ يحصل لها shortening بالمنظر ده كده. طبعا الطبيعي ان العضلة بعد ما بيحصل لها contraction بترجع تاني الوضع الطبيعي ووضع الريستنج، وبيحصل لها relaxation. لو العضلة بعد ما حصل لها contraction not followed by relaxation، يعني فضلت على الوضع ده اللي هو وضع shortening ده، مش بسمي ساعتها contraction، بسميه contracture. contracture بيبقى سببه فايبروزس في العضلة. أماكن الانتراماسكولار انجكشن مهمة جدا. أول مكان عندي هو الكتاف أو عند عضلة الديلتويد بالمنظر ده، بندي الحقنة الانتراماسكولار.
تاني مكان عندي هي في منطقة الهونشز او الجلوتير ريجن، بنديها مهم جدا ان احنا بنديها في الربع اللي فوق الابر اند لاترال، يعني احنا بنقسم المنطقة لاربع اجزاء وبنديها في الربع اللي فوق وفي نفس الوقت اللي بره اللاترال، فعضلة مهمة جدا اسمها جلوتيس ميديس ماسل، وده المكان ده مهم جدا عشان نتجنب الاصابة بتاعة العصب اللي اسمه سياتيك نيرف. زي ما انتم شايفين كل ما الحقنة تبقى لجوه او تبقى لتحت كده ممكن يحصل اصابة او ندي الحقنة في السياتيك نيرف ودي هتبقى مشكلة. اخر مكان والمكان ده كومن جدا في الاطفال، نديها في الثاي في الفخده من بره برضو لاترال، في عضله اسمها فاستس لاتراليس، ده كده من جوه وده كده اللاترال من بره، احنا بندي الحقنه لاترال في الثاي في عضله اسمها فاستس لاترال.